سؤال 23 بيقول figure 1 show a graph that represents the potential difference across the part of the electric circuit that is shown in figure 2. وعايز شوية answers كده. مبدئيا لما ابص على الجراف اتناقشنا فيه في الحصة التالتة برضه، ان انت عندك هنا اعلى فولت عندي اللي هو رقم 12، ده فولت الباتري، ده اعلى فولت عندي صح كده؟ طيب يعني وانا عند النقطة سي ودي طول ما انا ماشي انا لسه معايا 12 فولت اهو لحد النقطة دي فعلا اهو. بعد ما عديت من عند دي ورحت لإي انا عديت على ريزيستنس، فاكيد فقدت جزء من البوتنشال. فقدت قد ايه؟ بص كنت كام وبقيت كام؟ كنت 12 فولت وبقيت 10 فولت، يعني وقع مني هنا كام؟ وقع مني 2 فولت. تاني انا كنت واقف عند النقطة سي والنقطة دي معايا 12، واقف هنا معايا 12، وعرفت ان عند النقطة اي ان انا معايا 10، عند النقطة اي معايا 10، يبقى انا هنا معايا 10، يبقى انا واقع مني كام؟ الاتنين فولت اللي هما اللي هنا دي استهلكت مني 2 فولت. اعرف اجيب منها الكرنت ولا لا؟ 2 على 1 ب 2 امبير، 2 فولت على 1 اوم ريزيستنس ب 2 امبير يديني كرنت 2 امبير. طيب كملنا تاني من عند النقطة اي لحد النقطة اف، انا لسه برضو معايا 10 فولت، دي بس غلطة ما بقى يا جماعة مش مكتوبة تمام. ودي جي عشان ده ما كانش مكتوب الكلام ده. طب يبقى هنا معايا كام؟ 10 فولت، وبقيت هنا معايا كام؟ 0 فولت اهو 0، والكرنت اصلا بكام؟ ب2 امبير. يعني انا من هنا لحد هنا معايا كام؟ معايا 10 فولت. اعرف اجيب قيمة الريزنس؟ اه طبعا، ما هو دلوقتي الكرنت ب2 امبير، هيجي هنا هيتقسم ويرجع تاني يتجمع 2 امبير، فدي هتاخد مني كام؟ دي هتاخد مني 2 في 3 اي ار يعني 6 فولت، يبقى دول عليهم كام؟ بقية العشرة اللي هم كام؟ 4 فولت صح كده؟ اعرف اجيب الكرنت اللي في 3 اوم ولا لا؟ اه في على ار 4 على 3. اعرف اجيب بقى الكرنت اللي ماشي في الار؟ طب ما انا عارف ان اللي داخل 2 امبير اهم داخلين كده، اتقسموا الاربعة على التلاتة والحاجة، يبقى الحاجة دي كام؟ 2 ماينس 4 على 3، هيطلع معايا على الكالكليتر 2 على 3. اعرف بقى اجيب قيمة الار دي، قيمة الار ايكوال في على اي، الفولت معايا باربعة والكرنت 2 على 3، هيطلع معاك كام؟ هيطلع معايا 4 ÷ 2/3 6 اوم. هو عايز قيمة الار خلاص جبناها، عايز قيمة الكرنت خلاص جبناها. السؤال اللي بعده عايز برضو in the opposite circuit الريدنج بتاعت الفولتميتر بيقرا 7.2، ده كده ايه؟ الفي، غير اصلا ان الفي بي معاك والار انترنال برضو معاك، وعايز قيمة الار بقى. نفس السيناريو، اولا انا هعرف احسب الكرنت التوتال من هنا، الفي ب 7.2، الفي بي ب 10، الاي عايز اعرفها، والانترنال ب 1.4. شيفت سولف على الكالكليتر او هودي ال 10 بالماينس 7.2 ماينس 10 هيطلع لي نيجاتيف 2.8 ديفايدد نيجاتيف 1.4 للار انترنال، يطلع لي 2 امبير. يبقى الكرنت ماشي هنا ب 2 امبير. اعرف طبعا اجيب الار ايكويفالنت، الار ايكويفالنت في على اي اللي هي 7.2 على 2 تطلع كام؟ 3.6. ما هو ليش معنى الفي على اي؟ لان الفولت اللي خرج 7.2 الفولت التيرمينال، مش هاخد طبعا الفي بي تمام.
طيب الكلام ده بيساوي كام اصلا؟ دولت سيريس مع بعض بارلل مع الناين، يعني انا عندي 9 ملتبلاي ار بلس 3 على 9 بلس ار بلس 3 بس كده، وهعمل شيفت سولف على الكالكوليتر هيطلع لي قيمة الار. دي اول طريقة للحل، طبعا في كذا طريقة هقولهم لك دلوقتي. يبقى 3.6 الفا ايكوال 9 ملتبلاي افتح براكت الفا اكس زائد 3 على 9 زائد الفا اكس زائد 3 شيفت سولف ايكوال، طلعت معايا الار ب3. ده كده ايه اول حل. طيب انا ممكن ما كنتش اجيب الار ايكويفلنت من في على اي دي، انا ممكن كنت اجيبها من الار ايكويفلنت. مش الاي توتال ايكوال في بي على ار ايكويفلنت بلس ار انترنال؟ يعني 2 امبير ايكوال الفي بي ب10، الايكويفلنت عايز اعرفها والانترنال ب1.4، برضه هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك ان الار ايكويفلنت ب3.6، هيطلع برضه ان الار ايكويفلنت ب3.6. طيب دي اول طريقه حل، فكك بقى منها خالص، تعالى بقى نحسب بطريقه تانية. بقول لك كل الطرق عشان دماغك تشتغل وتبقى عارف كل الطرق الممكنه. انا عارف خلاص ان هنا في 7.2 فولت، وعرفت اوكي يا سيدي ان الكرنت ب2 امبير. هي مش التسعة اوم دي عليها 7.2 فولت ودول برضو عليهم 7.2 فولت اللي هو الفي تيرمينال، لان الفولت ثابت في البارلل. طب انا ممكن اجيب الكرنت هنا 7.2 على 9، طلع لي ان الكرنت هنا 0.8 امبير. يبقى الكرنت اللي فوق كام؟ ما هو اذا كان الكرنت التوتال ب2 هيجي هنا ويتقسم، حبه دخلوا كده اللي هم ال 0.8، وحبه هيكملوا كده اللي هم طبعا كام الباقي اللي هو ال 1.2. اعرف بقى اجيب الار دي، طبعا ما هو الار بتاعت الفرع كله اللي هي ار بلس 3 ايكوال الفولت بتاع الفرع كله 7.2 على الكرنت اللي في الفرع كله اللي هو 1.2. اعرف اجيب الار ولا لا؟ يبقى 7.2 على 1.2 ماينس 3، 7.2 على 1.2 كل ده ماينس 3، طلعت برضو كام؟ 3. في السيركت دي عايز قيمة ال في بي. سؤال جميل جدا، خد بالك ان الباتري اللي هي انترنال بار، اذا كانت الار دي واخدة 10 ودي اختها جنبها يبقى هي كمان واخدة 10، يعني الفرع ده كله واخد 20. طب ما الفرع ده بارلل مع الفرع ده، يبقى ده كمان واخد كام؟ 20. يبقى كده الار اكويفلنت كلها واخده كام؟ واخده 20. فانا متاكد ان الاجابه دي غلط، العشرة دي كده غلط، ومتاكد ان العشرين غلط، لان في انترنال في الاجابه لازم تبقى اكتر من 20، فاهم؟ لان انت عارف ان الفي بي ايكوال كام؟ الفي بلس الاي في توتال في الار، مش ده القانون؟ مش هو الفي دايما بنكتبها كده في بي ماينس اي ار، وده بيكون الاي توتال، مش كده ولا ايه؟ فلو جبت الفي بي في ناحيه لوحدها هي مجموع الاثنين، الفولت اللي بره زائد الفولت اللي جوه لو انت فاكر من الشرح بتاعنا. فانا دلوقتي حسبت لك الفولت اللي بره طلع لي بس ب20، ده كده طلع ب20، فلسه في انترنال كمان بتاخد حاجه، فالاجابه اكيد مش 20 ومش 10، فهي 30 يا 40. طيب تعال نفكر فيها، عندي كذا طريقه. بص يا سيدي، اول طريقه الكرنت اللي خارج من هنا معلش كده اسمه ايه؟ اي توتال. لما يجي نحصله ايه؟ يتقسم بالتساوي ولا مش بالتساوي؟ بالتساوي، اصل عندي فرع ب2 ار وعندي فرع تاني ب2 ار، اهو ار وار، فالكرنت التوتال وهو داخل هيتقسم ازاي؟ نص الاي توتال ونص اي توتال، مش كده ولا ايه؟ طب ما هو الاي في الار يعني نص اي توتال، الكرنت اللي هنا نص اي توتال، نص الاي توتال لما ضربتها في 2 ار ادتني
20 فولت، مش ده اللي حصل؟ مش انا قلت لك ان الفرع ده واخد 20 والفرع ده واخد 20، صح؟ يبقى نص الاي توتال في الار توتال ب 2 ب 20 ار، يبقى الاي توتال في الار بكام؟ ها ب 20، مع الهاف دي هتروح مع التو. مش الكرنت التوتال ماشي هنا فهيعدي على الار دي، فالار دي هتاخد اي في ار، جبناها بكام؟ ب 20. يبقى المقاومة الداخلية هتسحب 20 والمقاومة الخارجية بتسحب 20، يبقى الباتري معاها كام؟ 40. دي أول طريقة، ممكن ما تكونش عاجبك قوي. الطريقة التانية يا سيدي، ايه رأيك لما نلم الليلة دي كلها؟ يبقى انا عندي هنا هخرج بس الانترنال بره عشان ما انساهاش، وهلم الدوشة دي، 2R مع 2R يدوني كام؟ يدوني R. انا كده لميت ايه؟ الانترنال، هي المفروض مستخبية جوه بس انا ايه رسمتها بره عشان ما انساهاش. مش انت عارف ان دي واخدة 20؟ طب ما دي جنبها سيريس، يبقى اكيد هتاخد زيها 20، ما اكيد يعني. مش هو نفس الكرنت؟ مش نفس الكرنت معدي هنا، صح ولا ايه؟ ف20 و20 يبقى 40. 26 بيقول لي الكونسيومد باور ب 4 اوم، الكونسيومد سوري الكونسيومد باور في في ال 4 اوم از 16 وات، يبقى دي بتاخد مني 16 وات، عايز مني ار انترنال. طيب في برضو كذا طريقة، تعالى الأول نجيب الكرنت كده ونخلص. الكرنت الباور أنا عارف إن إيكوال أي سكوير في أر، الباور 16، الأي عايز أعرفه، والأر بـ4، يبقى الكرنت بكام؟ يبقى الكرنت بـ2. جبنا إن الكرنت بـ2 أمبير. تعالى بقى نروح نعوض في القانون بتاعنا اللي هو بتاع الفي بي. الكرنت التوتال اللي هو بـ2 ايكوال الـ2 فولت ماينس بعض، 22 ماينس 10 على الار ايكويفالنت اللي هي 4 زائد الار انترنال زائد الار انترنال. تعالى بقى نرجع نعوض في القانون بتاعنا. الكرنت التوتال ب2، الفي بي الاتنين عكس بعض، 22 ماينس 10 على الار ايكويفالنت بلس الار انترنال بلس الار انترنال. ما هو ار وار يعني 2 ار. تعرف بقى تجيب الار من هنا، 22 ماينس 10 ب 12، 12 على 2 6، 6 ناقص 4 ب 2، 2 ار ايكوال 2، يبقى الار بكام؟ بواحد. طبعا انت كان ممكن من اول هنا كده تعمل شيت سوفا كالكليتر. بيقولي تو ريزيستورز هاف ريزيستنس 10 اوم و ار، الكونسيومد باور ثرو ايتش اوف ذيم وين ذي ار كونكتد ان بارلل وذ ا باتري از 4 تايمز وين ذي ار كونكتد ان سيريس. فعايز قيمه الار. الباور في حالة البارل بيساوي 4 مرات من الباور في حالة السيريس. هو اللي بيقول الباور في البارل يعني في بي سكوير على الار اكويفلنت بتاعتهم اللي هي 10 ار على 10 بلس ار، هم متوصلين بارل، ايكوال 4 في بي سكوير على الار. انا استخدمت يا جماعة القانون ده، في سكوير على الار. اشمعنى يا مستر؟ علشان في الحالة الأولى والحالة التانية هما توصلوا بنفس البطارية، توصلوا بنفس البطارية، فبستخدم قانون في نفس الفولت. إنما لو استخدمت ده هتبقى مشكلة، لأن الكرنت في الحالة الأولى مش هو الكرنت في الحالة التانية، لأن الريزيستنس في الحالة الأولى مش هي الريزيستنس في الحالة التانية. فعشان كده اشتغلت بالفي سكوير على ار. طب الار في السيريس 10 زائد ار. طبعا الفي بي سكوير حاطين مع الفي بي سكوير. بقى عند حضرتك فاكر لما قلت لك تحت اللي تحت بيطلع فوق؟
يبقى 10 زائد ار على 10 ار ايكوال 4 على 10 زائد ار. بص ايدك لحد هنا، اعملها شيفت صوب على الكالكليتر، متوجعش دماغك بقى في الالجبرا. يبقى 10 بلس الفا اكس على 10 في الفا اكس، الفا ايكوال 4 على 10 بلس الفا اكس، شيفت صوب ايكوال. ممكن يطول شوية بس في النهاية هيحسب لك الار بكام. طلعت معايا ال R ب 9.9999، 8 في الآخر، فأكيد تاني يعني. 4 bulbs are identical, each of them is labeled with 230 volt 60 watt. كل لمبة منهم مكتوب عليها 230 فولت، يعني عشان تشتغل لازم اديها 230 فولت. طب ما انا معيش غير مصدر واحد بس ب 230 فولت، لو وصلتهم سيريس الفولت هيتقسم. فكده 230 على 4 كل واحدة فيها يوصل لها 57 ونص. ما ينفعش، أنا عايز كل لمبة منهم يوصل لها 230 فولت، مفيش غيرها التوصيلة لإيه؟ التوصيلة البارل. في السيركت دي عايز الريشيو بتوين الباورز. طيب باور اكس الواي لزد، وبيقولك إن الانترنال نيجلكتد، يعني الفي اللي هيخرج من الباتري ايكوال كام؟ في بي، يعني البطارية زد اللامب زد عليها كام؟ عليها في بي. طيب ودول كلهم عليهم كام؟ عليهم في بي. ويتقسم ولا متقسمش؟ يتقسم، دي تاخد نص في بي ودي تاخد نص في بي. يبقى انا هشتغل بالقانون في سكوير على ار، في سكوير على ار، في سكوير على ار. الفولت بتاع اللمبة اكس نص الفولت بتاع الباتري، نعمل له سكوير على الار بتاعتها. وبتاع واي نفس الكلام، نص فولت الباتري سكوير على الار بتاعتها. طب وزد؟ لا، فولت الباتري كله على الار بتاعتها وكلهم ايدنتيكال، فانا هشيل الار مع الار مع الار. نص باور 2 تديني على الكالكليتر 1 اوفر الفور في، وهنا 1 اوفر الفور في طبعا سكوير معلش، وهنا في سكوير. هطير الفي سكوير مع الفي سكوير مع الفي سكوير، يعني بقى عندي ربع لربع لواحد، واروح اختارها من الاجابات مش موجودة. ممكن احولها، طيب يعني ممكن اعمل كل المعادلة دي تايم فور، فيبقى عندي 1 to 1 to 4. موجودة ولا لأ؟ موجودة. يبقى القصة كلها ان الفولت ثابت في البارل، فانا كده عرفت ان الفرع ده كله، الفرع اللي فيه اللمبة زد من اوله لاخره من هنا لحد هنا عليه فولت اسمه في بي، عشان كده عوضت بالفي كاملة. طب وده من اوله لاخره عليه كام؟ عليه برضو نفس الفي بي، بس اللمبة دي يوصل لها نص الفولت واللمبة دي يوصل لها نص الفولت، لان الفولت بيتقسم في السيريز. الانتنستي بتاعت الكارنت الاي after closing its external circuit inverse مع مين؟ ما هو قانون اصلا في بي على الار اكويفلنت زائد الانترنال، فهو انفرس مع مين؟ مع الار اكويفلنت والانترنال، فهو انفرس مع التوتال ريزيستنس على السيركت، مش الانترنال بس ومش الاكسترنال بس، ولكن الاتنين مع بعض. هنا عايز ار اكس على ار واي، قلت لك الجراف ده مفيش غيره في المنهج والاسلوب هو نيجاتيف ار. فبالنسبه لاكس هي تان 30، هو اكس عامل كام مع الاكس اكسس؟ 30. طب بالنسبه لواي، واي عامل انجل كام مع اكس؟ عامله 75. خد بالك خد بالك، بص كده كويس، دي 30 ودي 45. لا انا عايز اكس، اكس سوري اكس اللي هو ايه دي بس. طب واي كل ده عامل كام على الاكس اكس؟ 75. يبقى تان 30 على تان 75 هيطلع لك على الكالكليتر كام؟ 0.15.
وشوية أرقام تانية بس انت تختار بوينت 15 يعني. If you have a set of electric resistors each of 6 ohm مجموعة معينة كلهم 6 ohm, what are the numbers of these resistors and the method of connection between X and Y to let a current of 1.5 ampere passes through the circuit. يعني هنا في R من الآخر ما نعرفهاش, تعال نحسبها. ال I total equal ال VB على ال R equivalent زائد ال R internal, مش ده القانون؟ تعالى بقى نجيب ال R دي بكام. 12 على 1.5 تديني 8, 8 ناقص 6 ب2, يعني انا في النهاية عايز احط هنا 2, عايز اضيف هنا 2 اوم. طيب ما اللمبة الواحدة ب6, 6 على كام تديني 2؟ اكيد 6 على 3, يبقى هما 3 لمبات متوصلين بارل. هو اكيد مش سيريس طبعا, فاكيد الاجابه دي غلط وش يعني, واكيد مش 4 لمبات ومش 6 لمبات, فهي 3. حتى انت ممكن تحسبها, انت لو اسوأ الظروف هتجرب الاختيارات, هتقول 6, هل معقول 6 اوم على 6 ان عدد ريزيستورز ب2؟ لا. طب 6 على 4 ب2؟ برضو لا, فاكيد 6 على 3 ب2, فتختار مين؟ هختار بي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ جبت الار, جبت الار اللي انا محتاجها هنا, الار اللي انا محتاجها هنا طلعت كام؟ جبتها منين؟ من ال I total equal VB على ال R equivalent زائد ال internal. فال I total ب 1.5, ال VB ب 12, ال R equivalent هي ال R اللي هنا اللي انا معرفهاش زائد ال 5 زائد ال internal هو بواحد. طلعت ال R اللي انا معرفهاش دي بكام؟ ب 2 اوم. طب انا اجيب كام لمبه واوصلهم ازاي مع بعض بحيث يدوني في الاخر 2 اوم اذا كان الواحده فيهم ب6؟ هو اللي بيقول لك اكيد 3, لان القانون بتاعي بيقول ايه؟ الار ايكويفالنت في حاله البارل ار على ان, انا عايز الايكويفالنت يبقى ب2 والواحده منهم ب6, يبقى هما كام؟ 3. In the opposite electric circuit to reduce the ammeter reading a resistor of 14 ohm can be replaced instead of mean. هو الراجل عايز يعمل ايه؟ عايز يصغر قراية الاميتر. ركز معايا في السؤال ده لان هو جميل جدا. الاي اميتر هو اكيد الفولت اللي هيخرج من الباتري, انا ما قلتش فولت الباتري, انا قلت اللي هيخرج من الباتري اللي هو في بي ماينس اي ار على 20. فانت عشان حضرتك تقلل الاي اميتر انت عايز تقلل الفولت اللي هيوصل لل 20 اوم اللي هو الفولت اللي هيوصل هنا اللي هو يعني فولت الباتري الفي تيرمينال بتاع الباتري. طب ما الفي بتاع الباتري ايكوال كام؟ في بي ماينس اي توتال ار انترنال. حضرتك عايز تقلل الفولت بتاع الباتري التيرمينال فولتج يعني, يبقى لازم اعلي مين؟ لازم تعلي الكرنت, الكرنت التوتال يعني. طب انا عشان اعلي الكرنت التوتال مش ده معناه ان انا لازم اصغر الار ايكويفالنت؟ اصغر الار ايكويفالنت يبقى اشيل مين في دول واحط 14؟ اكيد هشيل ال 15 اكبر واحده فيهم عشان اصغرها شويه. ما تقوليش والنبي هحطها مكان ال 20, ما انت عايز تثبت ال 20 علشان تعرف تحل السؤال انك عايز تصغر الكرنت فهتصغر الفولت, انما انت هتغير هتخلي المواد اللي فيها كلها متغيرات مش هينفع, فلازم اثبت ليه مش هاي جنب ال 20. انا كده عرفت ان عايز اقلل الاميتر فلازم اقلل مين؟ الفولت, وعشان اقلل الفولت لازم ازود الكرنت التوتال, وعشان ازود الكرنت التوتال اقلل الار ايكويفالنت, وعشان اقلل الار ايكويفالنت لو شلت الستة وحطيت 14 انت كده بتزودها, لو شلت العشرة وحطيت 14 انت كده بتزودها, انما لو شلت ال 15 وحطيت 14 انت كده بتقللها, وهو ده المطلوب ولا لا؟ طيب السؤال اللي بعده,
بيقول لي في السيركت دي البوينتر بتاع الجلفانو سيتلز ات زيرو، يعني الجلفانو بيقرا زيرو. طالما الفرع ده بيقرا زيرو يبقى التلاتة على التسعة ايكوال الستة على ار. وهات لي بقى قيمة الار يا معلم. ستة في تسعة على تلاتة بـ18، ده كده قيمة الايه؟ التسعة، الار قصدي. عايز بقى الاميتر، خلاص كلام فاضي. الاي ايكوال في بي على ار ايكوال، كنا بنعمل ايه فاكر؟ دول بارلل مع دول بارلل سيريس مع بعض، دول بارلل باتنين ودول بارلل يدوني كام؟ 9 و18 6، في انترنال طبعا باتنين، والفي بي بـ20، يبقى 20 على الار ايكويفلنت اللي هي 8 زائد 2، يعني 2 امبير. In the opposite electric circuit, if the reading of the voltmeter is 6 volt, يبقى الريزنس بكام؟ يعني الفولت من هنا ما بين هنا وهنا 6 فولت، دي تعالى نسميها A و دي B مثلا. طيب انا بس عندي تعليق صغير، هي مش دي بون اوم انترنال؟ طب ما تيجي نطلعها بره، ولو طلعتها بره هتبقى هنا، يعني سيريس مع الاربعه دي. طيب انا ممكن اخليها 5، يبقى هخلي دي 5 اوم، وهشطب خالص الار انترنال عشان ما انساهاش. خلاص دي اول حاجه. تاني حاجه، الكرنت خارج منين؟ خارج من البوزيتيف ومكمل طريقه كده اهو، صح كده؟ تعالى بقى نحط بلاريتي، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. ليه يا مستر؟ عشان الكرنت وهو داخل على الريزيستنس بيقابل البوزيتيف في وشه ثم النيجاتيف هنا، فبالنسبه للخمسة اوم الكرنت جاي كده، بالنسبه للار دي الكرنت جاي كده، بالنسبه للتلاتة اوم الكرنت جاي كده، فطبيعي ان يقابل البوزيتيف الاول. خلاص طيب، هو بيقول لك ان الفي اي بي بستة، الفي اي بي بستة. طب الفي اي بي ده تعالى نمشيها من الطريق ده مثلا كده، من هنا لحد هنا، من الاي بي ناحية الشمال، اول حاجة هقابلها قدامي نيجاتيف 5 في الاي، ما هو الكرنت باي معرفوش، ثم عديت على البوزيتيف بتاع الباتري صح، يبقى +12 كده، وصلت للنقطة بي. يبقى انا بدأت من نقطة ايه، مشيت كده اول حاجة قابلتها نيجاتيف، قمت كاتب نيجاتيف نيجاتيف 5 في اي، بعد كده قابلت البوزيتيف بتاع الباتري يبقى +12 ايكوال كام؟ ايكوال 6. اعرف من هنا احسب مين؟ قيمة الاي. يبقى الاي بكام؟ 1.2 اللي هو كام؟ اللي هو 5، اللي هو سوري 6 ماينس 12 ديفايدد نيجاتيف 5. هحسبها كده تاني مع بعض، 6 ماينس 12 ديفايدد نيجاتيف 5، فعلا 1.2، جبنا الكرنت خلاص. طب لو انا مشيت من الناحية التانية هيبقى عندي ايه؟ بوزيتيف اي ار بوزيتيف اي في 3، يبقى من الناحية التانية 6 ايكوال بوزيتيف الاي في الار بوزيتيف الاي في الار، ونجيب قيمة الار، يبقى 6 ماينس 1.2 في 3، كل ده ديفايد 1.2 تطلع الانسر 2. طيب بيقول لي a battery of 18 volt connected to two identical bulbs connected together in parallel. The potential difference اللي كان على الترمينالز كان 6.5، والباور في كل بلب كان 16.5، يبقى الانترنال بتاع الباتري بكام؟ تعالى كده نتخيلها مع بعض. ادي الباتري يا سيدي 18، بتخرج بوتنشال 16.5 فولت، وادي اللمبه الاولى متوصله وادي اللمبه الثانيه متوصله بارل زي ما هو قال، كونكتين بارل، كل واحده منهم بتاخد 16.5 واط، غير اصلا ان بيوصلها 16.5 فولت. وعايز مني ايه؟ الار انترنال. ايه قوانين الار انترنال؟
اول حاجه كان عندنا القانون ده، الفي معاك 16.5 اللي هي الفي ترمينال، والفي بي ب 18 ناقص الاي في الار ناقص للاي. تعرف تجيب الاي؟ طبعا. مش انت عارف ان الباور في في اي؟ طب ما الباور بتاع اللمبه الواحده 16.5 والفولت اللي وصل لها 16.5، يبقى الاي بكام؟ بواحد. يبقى هنا في 1 امبير وهنا في 1 امبير، يبقى التوتال 2 امبير. جريت شويه هنا في الحته دي. بص، الباتري بتخرج بوتنشال ديفرنس اسمه في تيرمال، اللي هو قيمته في، هو بيقول لك ان هو 16.5، واحنا عارفين ان الفولت الثابت في البارلل، يبقى اللمبه الاولى وصل لها 16.5 واللمبه الثانيه وصل لها 16.5، غير بقى ان الباور بتاعها برضو صدفة ان 16.5 واط. فانا ممكن من الباور في في اي اجيب الكرنت بتاع اللمبه الواحده بي على في، في الكرنت اللي في اللمبه الاولى 1 امبير والكرنت في اللمبه الثانيه 1 امبير، يبقى الكرنت توتال 2 امبير، واعرف من هنا اجيب قيمه الانترنال 16.5 ناقص 18 divided negative 2، هيطلع معايا 75. السؤال اللي بعده، 11 اوم connected to a battery to form a closed circuit، الكرنت بقى 0.6، لما الريزستنس دي شلناها وحطينا 4 اوم الكرنت بقى 1.5، يبقى الام اف بكام؟ بص يا سيدي، 11 اوم متوصلة مع بطارية، لأن الكرنت كان ب 0.6، ولما وصلت نفس الباتري مع 4 اوم الكرنت كان ب 1.5. في حاجة مش مظبوطة، ان الاي في الار هنا، يعني لما تضرب ال 0.6 في الـ في ال 11 مش هي هي ال 1.5 في الفور، يعني الفولت هنا مش الفولت هنا، ازاي وهي نفس البطارية اصلا؟ اه ده اكيد في ار انترنال مستخبية، هو مش جايب لك سير عنها. فمن اول واحدة ال في بي ايكوال اي توتال 0.6 في ار ايكويفلنت اللي هي 11 زائد الار انترنال اللي هي ار، ومن المعادلة التانية من السيركت التانية ال في بي ايكوال اي توتال 1.5 في ار ايكويفلنت للاربعة بلس الار انترنال، اعرف اكوال الاتنين دول بعض مش هي نفس الفي بي، يبقى ممكن اقول ان ال 0.6 في 11 زائد ار ايكوال 1.5 في 4 زائد الار. شفت؟ سولف على الكالكليتور هات قيمة الار، هيطلع الار معاك 2 اوفر 3 اوم. كده انت جبت قيمة الايه؟ قيمة الار. طب وبعد كده ارجع بقى اعوض في اي سيركت من دول، في اي كويشن منهم تجيب قيمة مين؟ قيمة ال في بي. يبقى مثلا لو هنقعد في الأولانية ال في بي ايكوال 0.6 في 11 زائد 2 على 3، 0.6 في 11 زائد 2 على 3، تطلع ال في بي معاك بكام؟ 7 فولت. ولو عوضت في دي برضو هيطلع معاك 7 فولت. 38 حلناه مع بعض، هو سؤال متعاد بصراحة، حلناه قبل كده مع بعض سواء في الشرح أو في الواجب، بس برضو تعال نقوله سريعا. بيقولي potential من x و y بعشرين فولت، والكرنت اللي ماشي بواحد أمبير، هاتلي والفولت ميتر بيقرا 5 فولت، هاتلي قيم ال R وال S. طبعا ال R هتبقى في على اي، يعني 5 على 1 ب5 اوم. طيب بما ان دي واخده 5 فولت وهو كله 20، يبقى دي واخده كام؟ 15 فولت. يبقى الريزيستنس التانية دي واخده 15 فولت. طب قيمتها تكون كام؟ في على اي دي اس يا جماعة، هو مسميها اس، في على اي الفولت بتاعها 15، الكرنت بواحد يعني برضه 15، يعني 5 15 اللي هي ايه. وبعد كده بقى بيقول لي ايه ده، انا هوصل ريزيستنس ب 20 اوم سيريس هنا، انت عرفت دي خاصة 15،
وعرفت ان دي بخمسة، والكرنت هيتغير طبعا لان هو اضاف ريزيستنس، بس الفولت زي ما هو بعشرين فولت، يبقى الكرنت بكام؟ هو اكيد في 20 على الار ايكويفلنت، 5 و15 و20 يعني 40، يعني الكرنت بقى بهاف امبير. طب وقراية الفولت ميتر؟ الفولت ميتر بيقرا اي في ار، يعني هاف في 5 ب 2.5، يبقى نص و2.5 اللي هي سي 39. بيقول لي اف في 1 ايكوال في 2 يبقى الريزيستنس الار بكام؟ بص تعال الاول نتفق اتفاق، طالما في مقاومتين اللي هي الستة والجزء ده كله سيريس معاها، دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن ستة، او سوري عبارة عن كام؟ 12 وفي تحت ار وتلاتة. طالما الفولت هنا في الجزئية دي هو هو الفولت في الجزئية دي، يبقى الريزيستنس دي زي الريزيستنس دي لان هما الاتنين سيريس، يبقى لازم ال 12 لما اخدها بارلل مع الار والتلاتة لازم ده يديني 6، فهتلاقي ان الار دي بكام؟ ب 9. تاني الراجل بيقولك ان ال V1 equal V2، انا كده استفدت ايه؟ استفدت انت ايه؟ ان الفولت هنا equal الفولت هنا، ان الاي في الار اللي هنا equal الاي في الار اللي هنا. طيب بطريقة تانية، V1 equal V2، V1 يعني I1 في 12، طب و V2 هو اكيد I total في 6 لان الكرنت اللي خارج هنا هو I total. هتستفاد من هنا ان ال I1 بنص ال I total، يعني الكرنت اللي فوق، الكرنت اللي معدي هنا نص ال I total. طب ما الكرنت اللي هنا يبقى النص التاني. طب هو ازاي الكرنت ايكوال الكرنت؟ ما اكيد ال 12 اوم بتيكوال الار زائد التلاتة، كده الار هنا زي الار هنا، الار فوق ب 12 يبقى الار تحت بكام؟ اكيد برضو ب 12، بس هي ار زائد التلاتة يبقى الار بكام؟ ب 9. اعتقد الطريقة دي افضل. 40. if each resistor has a resistance r كلهم equal، كلهم ايكوال، و V2 ده بيقرا 33 فولت، ده بيقرا 33، يعني الفولت هنا بكام؟ 33. هو بقى عايز V1. تعال الاول نلم السيركت كده، نبسطها لكذا مرحله. اول مرحله تعال نشيل الفولت ميتر عشان انا بتلخبط منهم اهو، ولا اكني شايفه، ولا اكني شايف الفولت ميترز، بوضح قدامي مين سيريس ومين بارل. واضح جدا ان التلاته دول ايه؟ سيريس مع بعض صح؟ فانا ممكن المها مع بعض الاول كده، هقول هنا في ار وهنا في ار وهنا في ار، ولكن هنا في تلاتة ار لان هما بارل مع بعض. طب الخطوة اللي بعد كده، خد التلاتة ار والار بارل، تلاتة في واحد على تلاتة زائد واحد هيطلع معاك كام؟ تلاتة على اربعة. يبقى ممكن نقول ان هنا في ار وهنا في ار وهنا بقى في كام؟ 3 over 4 r. كل دول عليهم كام يا سيدي؟ كل دول عليهم 33 فولت. طب دول ياخدوا كام؟ هما كلهم كام اصلا؟ تعال نبسطها مرة كمان، كلهم عبارة عن
2.75R. ما هو R و R و 3 و 4 هيطلع لك 2.75، وكلهم واخدين كام؟ 33 فولت. طب ما تيجي نشوف كده اذا كان ال 2.75R واخدين 33 فولت، يبقى ال R الواحدة تاخد كام؟ 1 في 33 divided 2.75، يبقى ال R الواحدة نصيبها 12 فولت، يعني دي هتاخد مني 12 فولت ودي هتاخد مني 12 فولت، يبقى كام من ال 32؟ يبقى 9، يروحوا هنا، يعني دي عليها كام؟ 9 فولت، يعني دي عليها كام؟ 9 فولت. طيب يعني كل دول عليهم كام؟ 9 فولت، بس هما 3، يعني الواحدة منهم تاخد كام؟ تاخد 3. فهمت عملت ايه؟ حليت المسألة من ورا لقدام، عملت analysis المسألة من ورا لقدام، عرفت ان في الاخر انا اول ما عرفت ان الار بتاخد 9 رجعت بقى ايه رسمة رسمة. طب دي تاخد، سوري، الار الواحد تاخد 12، فدي تاخد 12 ودي تاخد 12، يبقى كم من ال 33؟ يبقى ال 9، يبقى دول ياخدوا 9. طب دول كانوا مين؟ كانوا اللي هم دول اصلا، يعني عليهم 9. طب دول هم مين اصلا؟ كل دول. طب دي تاخد كام؟ 3، ودي تاخد 3، ودي تاخد 3، لان التلاتة سيريس والفولت بيتقاس في السيريس، يبقى الاجابة 3. 41 بيقول لي in the opposite electric circuit if the bulb bright or lights up with its full intensity، عايز ال equivalent resistance ما بين x و y. مدي لك ان انا في 6 فولت، R internal ب 0 يعني الباتري هتخرج 6 فولت كلهم، والباور بتاع اللمبة 0.45، والكرنت الفولت اللي فيها 1.5. بما ان هي واخدة 1.5 فولت وبارل مع الأرضي، يبقى الأرضي كمان واخدة 1.5 فولت. طب دول كلهم واخدين 1.5 من الستة، يبقى كام؟ 6 - 1.5، يبقى 4.5 يروحوا فين؟ يروحوا هنا. مش هو الفولت كله 6؟ هيروح فين؟ يا اما على التلاتة اوم، يا اما على الار واللمبة. الار واللمبة يا سيدي واخدين 1.5، يبقى كم من الستة؟ يبقى 4.5. تمام كده؟ طيب عرفنا خلاص ان الار عليها التلاتة اوم عليها 4.5. تعالى نجيب الكارنت التوتال، في على ار اللي هو 4.5 على 3، هيطلع لي 1.5 امبير. كده ده مين؟ ده الكارنت التوتال. خلاص عرفنا ان الكارنت التوتال ب 1.5 ار، 1.5 امبير. تقدر تجيب لي الكارنت اللي هنا؟ اه طبعا، من الباور ايكوال في على في، في في اي الباور 0.45 والفي 1.5، يبقى الاي بكام؟ 0.45 divided 1.5 هيطلع لك 0.3، يبقى الاي ب 0.3 امبير. ده الكرنت اللي فين؟ اللي في اللمبة. يبقى الكرنت اللي فوق بكام؟ ما هو في من هنا 1.5 امبير داخلين، دخل هنا 0.3، يبقى كم معدي هنا؟ الباقي اللي هو 1.2. اعرف اجيب بقى قيمة الار، ان الار ايكوال في على اي، الفي ب 1.5، الار بتاعتها 1.2، هيطلع لك 1.5 ديفايد 1.2 1.25 برضو، او 1.25 ايه اوم. دي كده الايه؟ الريزيستنس. خد بالك لسه ما خلصناش، حتى لو كانت موجوده في الاختيارات ما تروحش تجري تختارها، هو عايز الايكويفالنت ريزيستنس. عندك بقى ريزيستنس اللي هي 1.25 متوصله بارلل مع اللمبه، هي اللمبه مقاومتها كام اصلا؟ برضو في على اي، يبقى تعالى نجيب ار اللمبه، في على اي هيطلع لك كام؟ 1.5 على اي بتاع اللمبه، 0.3 هيطلع لك 5.
واحد وربع مع الخمسة ناخدهم بارلل، واحد وربع في خمسة على واحد وربع زائد خمسة هيطلع لك واحد اوم. بيقول لي ان ذا الكتريك بلب از ليبلد باي 30 فولت و45 واط والار انترنال بزيرو. انا عايز قيمه الار برضو. طيب بما ان الفولت كله ب45 واللمبه دي خدت 30 يبقى دي عليها كام؟ 15. 15 فولت. يبقى الار ايكوال في على اي الفولت اللي عليها 15 اللي هو بقيه ال45 لان اللمبه واخده 30. طب ما انا ناقص لي الكارنت كده، اجيب الكارنت من اللمبه برضو. الاي ايكوال باور على في، يعني 45 على 30 هيطلع لك 1.5. نرجع نعوض بالكارنت، يبقى 15 على 1.5 10 اوم. 43 in the opposite electric circuit when the switch S is closed then. لما نقفل السويتش قراية الفولتميتر طبعا هتقل، لان انت لما تقفل السويتش انت هتوصل R2 R3 parallel، فالR هتقل فالفولت لازم يقل فالفولتميتر ديكريز. يعني الإجابة يا إما A يا إما B. طب والاميتر هيحصل له ايه؟ ما الاميتر هيزيد، ما الار قلت فالاي هيزيد اكيد، فالاجابة اكيد ايه؟ اميتر ديكري فولتميتر ديكريز اميتر انكريز، بالاجابة بي. 44 عايز الاكويفلنت ريزيستنس. طبعا واضح جدا ان دول ايه؟ سيريس مع بعض، ودول برضو سيريس مع بعض. يبقى انا عندي هنا 10 اوم وفي 10 اوم تانية مايلة كده، وادي الباتري نفس القصة 15 اوم مايلة وفي هنا 15 اوم تانيين. نحط النقط 1 2 2 3 مثلا، فهتلاقي التن اولها 1 واخرها 2 والتن دي اولها 1 واخرها 2، يعني دول بارلل وبرضه دول ايه؟ بارلل 2 3 2 3. طيب 10 و 10 بارلل تديني كام؟ تديني 5. 15 و 15 تديني 7.5. يبقى الار ايكويفلنت 5 و 7.5 12.5. عايز بقى التوتال كارنت. اي توتال ايكوال في بي على الار ايكويفلنت بلس الار انترنال 27 على 13.5 ب 2 امبير. عايز البوتنشال ديفرنس بين البي سي، ما هو المقاومه من البي للسي المقاومه دي لميناها مع بعض من شويه طلعت كام؟ 7.5. يبقى الفي بي سي اي في ار اللي هو الاي ب 2 وال ريزيستنس ب 7.5 اللي هو الايكويفلنت بتاعهم يعني من البي للسي هيطلع لك 15 فولت. 45 in the opposite circuit if the internal resistance of the battery is quarter R يبقى الفولتميتر ريدنج ايكوالز كام؟ الفولتميتر ريدنج هنا بيقرا في بي ماينس اي في ار، يعني في بي ماينس الاي اللي معرفش بكام في الار اللي هي بربع ار، فانت لازم تجيب الاي. الاي اصلا بكام؟ في بي على ار ايكويفلنت زائد الار انترنال، يعني في بي على واحد وربع ار. سيبها زي ما هي، ارجع بس ارميها هناك في بي على واحد وربع ار، هتلاقي الار اتكنسلت مع الار.
نمسح بس الجزء ده هنا. يبقى انا عندي ايه في النهاية؟ في بي ماينس في بي على 1/4 ار ما سوري ملتبلاي ربع ار، فالار هتكنسل مع الار ويبقى عندك في بي ماينس في بي على 1.25 في 4، اعمل ده ملتبلاي ده كده 1.25 في 4 هيطلع 5. خلاص في بي ماينس في بي على 5 4 over 5 في بي 46. حليناها برضو قبل كده بالطريقتين، شفنا لما جه في 2014 الدور اول ورسمناه في كتاب الشرح لما حليناه بالطريقتين. عايز مني ال EMF وبيقول لي ان الكرنت هنا 0.3 امبير والكرنت هنا 0.4 والكرنت هنا 0.2. طبعا سهل قوي تجيب ان انت ايه، تجيب R2. خلاص قلنا I for R equal I for R، يعني 0.3 في 6 زائد R2 equal 0.4 في 15 equal برضو بالمرة بقى عشان دي مش أول مرة نشرحها، I في R 0.2 في R4. هعرف من هنا أجيب R2 وهعرف برضو أجيب R4. بالنسبة ل R2 نقول دي divided 0.4 في 15 على 0.3، طلعت R2 14 زي ما حليناها قبل كده. طب وال R4 0.4 في 15 على 0.2 طلعت 30. تعرف طبعا تجيب الايه، ال R equivalent 30 بارل مع ال 15 بارل مع ال 20، يبقى 1 على 30 زائد 1 على 20 زائد 1 على 15 ونقلب الانصر، يبقى 20 على 3. 20 على 3 يعني 6 وشوية، اللي هي كام؟ وفي internal one اللي هي 7.67. طيب عايز ال VB، ما هو ال VB I total for R equivalent plus R internal. احنا جبنا ال R equivalent بال internal كمان 7 وشوية. طب ما ال I total بكام؟ اجمع التلاتة دول على بعض، ده plus ده plus ده، يبقى نجمع كل دول على بعض 0.3 plus 0.4 plus 0.2 في الانسر اللي هو 7.67. هيطلع لك ال VB بكام؟ 6.9 فولت. وكان ليها طريقة حل تانية برضو، ارجع شوفها في المحاضرة التانية او كتاب الشرح المين بوك. نيجي ل 47. 47 in the opposite figure part of electric circuit، عايز الماجنتيود بتاع potential A and B. طبعا اتفقنا لازم نحط البولاريتي، الكرنت ماشي ازاي، هو اللي رسمهولي كده، فاحط البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. والباتريز معروفه، الشرطه الطويله بوزيتيف، الشرطه الصغيره نيجاتيف. عايز بقى البوتنشال من ايه لبي، اتمشى من ايه لحد ما توصل لبي. من ايه لبي بوتنشال اي بي ايكوال كام؟ من ايه لبي اول حاجه هقابلها ال 15 سوري ال 25 بوزيتيف 25، بعد كده هقابل الماينس بتاع الريزيستنس ماينس اي في ار 3 في 2، بعد كده ماينس بتاع البدر التانية ماينس 15 ايكوال، يبقى 25 ماينس 6 ماينس 15 يطلع لي 4. اخر سؤال 48 in the opposite electric circuit، عايز والبري كرنت 1 امبير، عايز الايه البوتنشال بتاع ايه والبوتنشال بتاع بي. حط البولاريتي الاول بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، لان الكرنت مكمل كده، كرنت ماشي كده تمام. والباتري كده كده معروفه، الشرطه الكبيره بوزيتيف والشرطه الصغيره
نيجاتيف، عشان اجيب الفي اي امشي من ايه لحد الجراوند، هيقابل قدامي ايه؟ اي ار بوزيتيف، اي في ار، واحد في واحد ونص هيطلع لك واحد ونص. طب بالنسبة لبي، همشي من بي لحد الجراوند، اول حاجة هقابلها بوزيتيف الباتري اللي هو بوزيتيف 2، بعد كده هقابل ماينس ريزيستنس اي في ار، 2.5 في 1 يبقى نيجاتيف هاف، يبقى الإجابة 1.5 ونيجاتيف هاف 1.5 ونيجاتيف هاف، يبقى الإجابة دي.